السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اختي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحة؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم المنقوب، او كيف ما كيسميوه بعض الناس المنقوب. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش محاد اللايك، الله يجازيكم بالخير. كيف كتشوفوا معايا المنقوب ديالنا ديال البلاد بالطريقه ديالي غنتشاركوا معكم، وغتشوفوا المقادير ديالو اللي هي بسيطه وكيجي تبارك الله زوين. غندوزوا المقادير بسم الله. كيف كتشوف اخوتي عندي هنايا انا الفويلات فزقتهم بالليل يعني، ولا غد لي عاد غنصبوهم للغدا ان شاء الله. كننقبوهم كنحيدوا لهم هاد بالموس هاد الطريبيشات ديالهم ضروري، وننقيوهم الا كان فيهم شي دود او شي او داك البخوش ديالو، ونغسلوه مزيان. وكنديروا الماء هنا كيطيب في الكوكوط. كيف كتشوفوا معايا اخوتي الماء هنا غالي، وغادي نلوح فيه هاد الفويلات. غنخليه حتى يغلي، غنخليه حتى يتسلق يعني مزيان، حتى كطلع له واحد الحكشي كيشاف الجناب، وداك الساعه غنصفي عليه وعاد غنجمعوا له العطريه ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا معايا الفويلات ديالي سلقتهم، هما هادو طابو وصفيتهم من داك الماء. دابا غادي نجمع لهم العطريه ان شاء الله. هنا عندي كيف كتشوفوا معايا القزبر ومعدنوس، وكثروا من القزبر حيت كيجي فيه زوين، والثومه محكوكه، وعندي هنايا الحروره مزيوده خضر والعطريه. كيف كتشوفوا معايا هنا درت القزبر ومعدنوس وهاد المزيودات، والثومه محكوكه يعني ما كنديروا لا بصله لا مطيشه. الفول كيجي زوين غير بالثومه والقزبر، بزاف كيجي زوين. هنا كي كتشوف اخوتي درت مليحه، وغندير معلقه د الخرقوم، درنا هنا معلقه د الكمون، كمون حتى هو كيتواتى مع الفول. درت هنا شويه د البزار، درت فلفله حمراء، صافي. ودابا غندير زويته بلديه، وهادشي اللي كاين اخوتي. هادي هي العطيريه ديال المنقوب ديالنا، وكيجي تبارك الله غزال طايب غير بهادشي. ودابا كنبلو بالماء، ندلو شويه ديال الماء ونحركو، وعاد نزيدو شويه ديال الماء ونقفل عليه. وهانتوما معايا في الفيديو غتشوفوا ان شاء الله من الاول حتى الاخر. هنا غنولي نزيدو شويه ديال الماء باش نقفل عليه، باش نخليه يطيب في مره. كيف كتشوفوا معايا هنا طاب، راني حليت عليه ولقيت فيه مازال شويه ديال المرقه وخليته كيتقلى. انا راه وجد لي الفول ديالي غادي نطفي عليه دابا. كيف كتشوف اخوتي كيجي تبارك الله غزال، وشريحه ديالو غزاله. كيف قلت لكم كثروا غير في شويه ديال الثومه والقزبر يعني لا بصله لا مطيشه لا والو. دابا انا غادي نطفي على الكوكوط ديالي. هنا كيف كتشوفوا معايا درت شويه ديال الدنجال بحال اللي فايت اللي تشاركته معكم. حتى هو تبارك الله سريع في التحضير، وكيجي لذيذ غزال يعني ما كتحتاجي لا تشوي لا والو، كيطيب كلشي هكا في الطاجين. غادي نديرو كشلايضه